تنضم إلينا دلوقتي من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك يا هبة، خليني أبتدي معك من آخر خبر كنت بقراه، واللي هو استبعد خبراء زي ما قلت اقتصاديون ونفطيون أنه وصول العراق إلى مرحلة إيقاف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في عدد من المناطق، ولسه بنستورد من الخارج على الرغم من التكلفة العالية لهذا الموضوع. يعني مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع هبة لو سمحتي. بالبداية صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. من صباح جديد من العاصمة بغداد. أكيد هذا الخبر أنه انتشر كثير في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الوكالات الرسمية للدولة، وحتى صرح فيه رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني في يعني في لقاء خاص لهذا الموضوع للغاز المصاحب وعدم احتراق هذا الغاز المصاحب الذي سبب في حتى هدر الأموال، وأنه في المرحلة المقبلة ستكون هنالك يعني غاز سوف ينتجه العراق، لأنه العراق يعني يستورد الكثير من يعني الغاز، وأنه بلد يعني له إيرادات كبيرة من النفط يعني في العراق، وأن هذه الأمور سوف تعالج في أقرب وقت ممكن، والكثير من الأمور سوف يعني سيتم العمل عليها من قبل خبراء وكذلك من قبل أيضا حكومة محمد الشيعة السوداني، الذي سوف تصر على عدم هدر المال العام، وكذلك خصوصا أنه العراق البلد أيضا المنتج للغاز وثرواته كثيرة يعني تتجاوز يعني الحد الكبير من هذه الأمور. يعني تصريحات كبيرة وأمور كبيرة في هذا الموضوع، أنه الحرق الغاز أنه يسبب أيضا بالهدر الكبير، وأن العراق هو البلد له إيرادات كبيرة، وتصل أيضا البرميل النفط إلى فوق ال 75 دولار في البرميل الواحد، وحتى أنه هذه يعني الغاز المصاحب سوف تقوم به أيضا شركات موجودة ورصينة في العراق سوف تستثمر هذا الغاز، وعدم أيضا حرق هذا الغاز الموجود في العراق، وأيضا يتم التصدير واستخدام استيراد الغاز من العراق تحديدا. نعم يا ليلاس، دعينا ننتقل هبة من موضوع الغاز إلى موضوع الكهرباء ربما ومشروعات الربط الكهربائي بين العراق والأردن، أيضا بين العراق والسعودية. كان أيضا في يعني خبر بأنه رئيس الوزراء المصري يقول بأنه سيتم أيضا تقوية الخط اللي بيربط بين مصر والعراق. لو تحدثينا أكثر عن تطورات ربما أو التحديثات المرتبطة بمشروعات الربط الكهربائي. المشروع ربط الكهرباء هي اتفاقية ثلاثية بين العراق ومصر وكذلك الأردن، وهذه الاتفاقيات كانت هناك اجتماعات كبيرة وعديدة في خصوص هذا الموضوع، موضوع ربط الكهرباء بين يعني الثلاث دول، ويعني وخصوصا أنه هذه الدول التي يعني قامت اجتماعات كبيرة في وزراء خارجي وكذلك حتى اجتماعات داخلية واتصالات هاتفية من أجل موضوع الربط الكهرباء، وحتى في تعزيز الأواصر والتوطيد العلاقات في هذا الموضوع، حتى ليس فقط في ربط الكهرباء وهذا المشروع الذي لحد الآن بات يعني لا يعني يبات الموضوع متأخر بعض الشيء بسبب بعض من الأمور والاتفاقات المستمرة، فيعني المشروع قائم يعني بعد ما انجز على الارض الواقع بصراحه، ففي الايام الماضيه او في الايام الاتيه عفوا سوف تقوم هذه الاتفاقيه على ارض الواقع مثل ما صرح به الوزراء والاجتماعات الكثيره التي انعقدت بين الوزراء الخارجين وحتى يعني رؤساء الوزراء الثلاثه في الاردن، ويعني
هنالك اتفاقيات كبيره ليست فقط في ربط الكهرباء، وانما حتى التعاون الثنائي والثلاثي بين البلدان الثلاثه، وحتى في تصدير الكثير من الامور، وحتى في ومصر تربط بينه وبين العراق علاقات وطيده وتاريخيه، وحتى في يعني العلاقات التجاريه العراق بصراحه يعني يحتاج الى هذه الشركات من قبل الدول يعني الشقيقة والصديقة مثل يعني مصر وأردن في الكثير من الأمور في الربط الكهربائي وفي الاستثمار وأيضا في التجارة، لأنها يعني مصر هي لها خبرة كبيرة حتى في الاستثمار الكبير وفي التجارة وحتى في البنى التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات، وهذا الموضوع سيتم يعني خصوصا في الربط الكهربائي، هذه الاتفاقية الثلاثية التي ستقوم على أرض الواقع بالتأكيد من قبل الحكومات ومن قبل اتفاقيات كبيرة واجتماعات كثيرة في هذا الموضوع. وهناك أيضا تصدرت أيضا يعني خصوصا أنه الأجواء الموجودة في العراق متقلبة هذه الأيام، شدة الأمطار الغزيرة يوم أمس أنا بصراحة عند هذه يعني النقطة هبة كنت حسألك اشتدت دلوقتي عن الأمطار حالة في الأمطار. الطقس، يعني نعم من حدثنا عن نعم الغاز وأيضا نعم عن شدة مشروعات الربط الكهربائي، خلينا ننتقل دلوقتي لفعلا حالة الطقس. العراق بيشهد هذه الفترة يعني حالة من التقلبات نعم ربما الجوية الكبيرة، وأيضا ربما يعني درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 إلى 11 درجة مئوية. تفضلي. نعم نعم بصراحة احنا كل عام تشهد انه في يعني في نيسان يعني ارتفاع في درجات الحرارة. هذه السنة بصراحة يعني الشتاء يعني لا يريد ان يذهب، يعني بصراحة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة بغداد والباقي المحافظات العراقية وخصوصا الشمالية وايضا الشرقية منها التي ضربت يعني بغداد وايضا المحافظات الجهوك، وقبل اي 4 ايام الى 5 كانت هنالك يعني من الجهات الحكومية واتخاذ الحكومة العراقية حالة استنفار من قبل الفرقة الدفاع المدنية، وحتى وزير الكهرباء صرح في تصريحات على هذا الموضوع على الأمطار، وهيئة الأنواء الجوية يعني صرحت في شدة الأمطار التي س يعني ستهطل إلى العراق وفي بغداد وفي شمال العراق في إقليم كردستان وأودهوك وكركوك، يعني من يعني ليلة الثلاثاء إلى الخميس مستمرة هذه الأمطار في الهطول، فرقة الدفاع المدني مستنفرة وحتى الدوائر الخدمية المعدات والآليات موجودة يعني في حالة أيضا تأهب لأي موضوع ولأي يعني لهذه الأمطار، لأن بصراحة عندما تحصل أمطار سيكون هنالك غرق وفيضانات في بعض المناطق والأزقة والأحياء التي تكون يعني الخدمات هنالك قليلة ورديئة ومتلكئة. فرق الدفاع المدني في استنفار كام في هذا الموضوع، وحتى يعني لسحب المياه الصرف الموجودة في الشوارع وفي الأحياء، وحتى اتخذت الحكومات ليست فقط في بغداد وإنما حتى في الديوانية اتخذت الحكومة حالة استنفار من قبل الدفاع المدني، وقبل أيضا قبل 3 إلى 4 أسابيع كانت هنالك نعم موجة أيضا من الأمطار الشديدة في الديوانية وتسببت في غرق البيوت السكنية ونزوح بعض من المواطنين إلى مناطق سريعا أخرى هبه لو وغرق سمحتي. الأحياء بكاملها، وحتى أن هنالك قبل ما يعني لقي أيضا مصرع يعني طفل وشاب في محافظة جهوك يعني يبلغ من العمر الشاب 17 سنة في صحقة رعدية في شمال جهوك، وأيضا نعم لقي مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في وسط هذا الموضوع الذي أزعج بعض من المواطنين بعد طبعا حالة هذه الاستنفار تعازينا وقلة لأهالي، الأنواء الجوية التي صرحت وأرشدت الكثير من العمر. نعم تعازينا لأهالي نعم الضحايا يعني بسبب هذه الاضطرابات الجوية. أنا بشكرك من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية على كل هذه المعلومات.